نقاط بالتاكيد لتغيير الصوره الباهته التي ظهر عليها الفريق سواء في كاس النجوم او على مستوى الدوري. جول ثالث، نعم هدف ثالث عن طريق نفس اللاعب ديمينيرو. ديمينيرو بعدما سجل في الدقيقه 27، ها هو في الدقيقه 48 يسجل هدف ثاني شخصي وهدف ثالث بالنسبه لفريق نادي الخور. ثلاثة أهداف للخور بهدفين عن طريق اللاعب ديمينيرو، مرة بالرأس ومرة بالقدم اليمنى، وبالتالي ديمينيرو نعم هو من يرسم السعادة هنا في ملعب سعود بن عبد الرحمن بالنسبة للخور وأنصار ومحبي هذا الفريق. إبراهيم أول بعدما سجل الهدف الأول فسح المجال للاعب البرازيلي ديمينيرو، سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 47 و 27 و 48 على زمن المباراة. هدفين حتى الآن للاعب البرازيلي ديمينيرو يذكرنا بهدافي الموسم الماضي. نتذكر البرازيلي كليمرسون مهاجم فريق نادي الغرافة عندما سجل 9 أهداف في الموسم الماضي.